الآن أن بعض مسائل الشركة جرام أخفى من جديد النملة على النملة السوداء الليلة الظلماء على الصخرة السوداء. فمن حقق التوحيد ذلك قال الحكيم إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في الترمذي في حديث القدس: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيت كل قرابها مغفرة. وهذا ليس دعوة للناس بأن يركبوا الصعب والضرورة في المعاصي والمنكرات ويقولوا أن التوحيد يقبلنا، لا، بل هي دعوة للناس لتعليم التوحيد وتعظيم التوحيد في قلوبهم. ولذلك الأنبياء جميعا بداية حياتهم قولوا لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا، ليس نطق باللسان، وختموا حياتهم بالدعوة للتوحيد. فهذا نبي الله يعقوب وقد أفنى حياته كلها بالدعوة إلى التوحيد، وأبناؤه كلهم أنبياء، ومع ذلك في سكرات الموت ماذا يقول لهم؟ وإذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون إيش؟ من بعد قرر لهم التوحيد. فأعظم ما نفع الناس إليه ولقد رأينا في بعض دول أمريكا والله من العجائب، والحمد لله ما رأينا مثل هذه الأمور في هذه البلاد، لكن خلنا أن تخلو بلدنا رأينا والله عجائب. والله رأينا بعض الناس من يقول سقطت عن العبادات، هذه جماعة تصل قرابة 100,000 رأيتها وقابلتها وتكلمت معها. والله رأيت بعضهم شياطين في جمال الإنس، لا صلاة لا صيام لا 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 غسل من جنابة لا غسل من طهارة. هؤلاء أليس بحاجة للتوحيد؟ اليوم الذين يترددون على المشاهد والقبور ويدعو ويستغيث وينذر ويذبح عندهم ويقول أنا أتوسل به، يا أخي أنت تصرف عبادة لغير الله، النذر عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من أنكر شفاعة الأنبياء وشفاعة الأولياء والصالحين يوم القيامة فهو أضل من حمارنا. لكن ليس من حقوق الأولياء والصالحين كل من طاف بقبر 7 مرات سوف أحمل على الصراط يوم القيامة. الذي يطوف بالكعبة عبد الله ولا ما عبد الله؟ عجيب عبد الله. الذي يطوف حول جبل عبد الله ولا لم يعبد الله؟ الذي يطوف